السلام عليكم. في سؤال بيقول لو اشتغلت المشروع على ريفت والتيم الهندسي او باقي الفريق طبعا شغال باقي التخصصات، هل كده اسمه بيم ولا ليه اشتراطات التانية غير ان كل حاجة معمولة موديل على الريفت؟ تمام. طيب خلينا نقول ان ده اسمه ليتل بيم. احنا عندنا مصطلحين، المصطلحين دول تقريبا قعدنا شهر عشان نترجمهم ترجمة سليمة في القاموس بتاع البيم. ليتل بيم وبيج بيم، ليتل بيم وبيج بيم. طبعا الترجمه البسيطه بيج البيم الكبير والبيم الصغير، بس هي مش كده. وبيم كتاب اسمه بيج بيم اند ليتل بيم، اسم كتاب كده قريناه كله عشان نعرف نترجم الترجمه الصحيحه. فليتل بيم هي بيم ذات قدرات محدوده مش كامل، وبيج بيم بيم ذات قدرات فائقه. البيم ذات القدرات الفائقه يبقى كله شغال بيم، فانا هقدر اعمل كوردينيشن، هقدر اعمل حصر، هقدر اشوف المبنى بشكل كويس. انما الليتل بيم غالبا بيبقى المعماري هو اللي عمل البيم والكهروميكانيكا اللي مش عامل، فما بتستفادش بقوه البيم، ما تقدرش تعمل كوردينيشن. تمام. في غلطات كتير هتظهر وهكذا. يعني من كام يوم كان حد بيسالني احنا قبل البيم كنا بنشتغل ازاي، يعني بقول البيم بكذا، فلا يا عم احنا عايزين نوفر. قبل البيم كنا بنشتغل ازاي، قلت له كنا بنلبس في الحيط. يعني كنت بعد ما تعمل الكاميرات والاعمده والحاجات دي كلها تكتشف ان في ضغط مش عامل حسابه، فتضطر تكسر في كاميرا، فتضطر تعمل اعاده احمال تاني وتبدا تكبر الاعمده وتبدا تشوف نظام انشاء تاني. كانت مصايب سودا. تمام. كان في مستشفى من المستشفيات الجهاز، يعني كان في غرفتين عمليات، فهم عملوا التصميم كله وبداوا يفرشوا، فوجئوا ان الجهاز مش هينفع يدخل في الغرفه ديت. طب ما كده المستشفى اتعطلت. صاحب المستشفى جه وشتم وعمل وبتاع، خلاص اتبنت. تمام. بس ما كانش عاملين حسابهم في الفرنتشر او في الاجهزه اللي هتبقى موجوده، فبعتوا وقعدوا يشوفوا الشركات، ولو شركه عامله حاجه اوطى تنفع تتركب بس اغلى الضعف، يعني هي قصيره اي نعم بس اغلى الضعف، فاضطروا ان هم يدفعوا الضعف، والا هيضطروا مثلا يكسروا حاجات، يكسروا السيلينج ويخلوا المكنه تدخل. فالموضوع في مشاكل كتيرة، البيم حل مشاكل كتيرة جدا بالذات في موضوع الكوردينيشن وتقدير التكلفة. طيب لو اشتغلت مشروع كده ومشروع بيم، أكيد البيم قيمته أعلى بالنسبة للعميل. لو مش فاهم مش هيفرق معاه، اتكلم معاه ازاي؟ لأن أكيد اقنعه. يعني أنت تبدأ تشوف العميل ده مثلا، وريله المزايا، وريله إن مثلا مشروع أنت اشتغلت فيه كان في مشاكل كتيرة واتحلت في البيم أثناء الديزاين مش في مرحلة الكوردينيشن. بتبدأ توريه مثلا مزايا، يعني هو بيفكر في حاجة واحدة الربح، فأنت تبدأ تكلمه إن في مكسب كبير للشركة لو إحنا اشتغلنا بأسلوب البيع.